السلام عليكم. يوم مع الإخوان غادي نشوفوا كيفاش نديروا النعناع في الحديقة ديالنا. طريقة سهلة، نشدو العود ديال النعناع، نحيدو منه الورقة كاملة ديال اللي تكون شادة في العود ديال النعناع، نحتفظو غير بالعود فقط. باش نشدو نديرو في شي إناء، نزيدو عليه الماء لمدة جوج سوايع حتى لتلاتة، متفوتش لتلاتة سوايع، حيت هداك العود غيشرب الماء بزاف وغادي يخمش. باش نخليو واحد جوج سوايع باش يشرب الماء، باش أو تاني هاديك العود يبقى شاد الماء. من بعد صافي تنشدو داك العود ديال النعناع و تنديرو نيشان في البحر، تكون واقفة و نخشوها مزيان، نحاولو باش متترش إلى ترسات صافي، بحالا متتنوضش متتعاودش تنوض. كيف ما تلاحظو نتوما تخشي العود مزيان في البحر. هذه أسهل طريقة باش ينوض عندك في الحديقة ديالك ولا في شي بعض عندك في الدار ولا شي حاجة. باش نكملو حتى تنساليو هاد المهمة ونوريكم النتيجة. من بعد يومين تيبان لك راه بدا شي نوض من الورقة تاع النعناع بدات تنوض. هانتوما خاصها تكون واقفة بحال ماكا وخاوية، باش حيت هاد النقاط اللي تيبانو تما هما اللي تنوض فيهم الورقة. انا نوريكم النتيجة تاع يومين من بعد الغرس كيفاش تشكو الورقة. هي هادي، هادي يومين بدا شي نور الورق ديال النعناع. من بعد خمس ايام تيولي بحال ما هكا، هادشي نوضو شي نباتات اخرين حداهم، حاولو تعيدوهم. انا هنا ناضو بزاف ولكن غادي الامور مزيانة. خمس ايام من بعد الغرس تشوفوا النتيجه ديال النعناع فين وصل. ها هو خمس ايام وشكرا على المتابعه.